نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثال الخير عليكم سيد ديلان وعلى قناتكم مشاهديك الكرام. يعني حقيقه نحن لا نتمنى ان يتوسع نطاق الحرب، واعتقد هذا الموضوع يعني تم مناقشته او تم صدور قرار به من قبل دوله رئيس الوزراء الى انه سيكون هنالك تخفيف لهذا الموضوع، وتم الاتفاق سياسيا مع كثير من الفصائل او معظم الفصائل المقاومة العراقية بأنه يجب أن يكون هنالك تهدئة الموقف بعد الأحداث الأخيرة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم صدور القائد العام للقوات المسلحة بإنهاء تواجدهم داخل العراق كرئيسة قوات تحالف، يعني أعتقد الموقف بدأ بالتعقيد أكثر. هذا يؤشر إلى أنه هنالك ضربات وصلت إلى العراق، وأعتقد الكل يعرف إلى أنه مدى استهداف قادة الحشد الشعبي أو قادة الفصائل. هذا يؤكد إلى أن هنالك احتمالية تصعيد عالية جدا، وبالتالي يعني نحن لا نطمح ولا الفصائل ولا الولايات المتحدة الأمريكية تطمح أن يكون هنالك تصعيد، ولكن لا نتمنى أن يكون هنالك تغيير في مواقع أو استراتيجية عمليات القتال، وخاصة نتكلم على منطقة دير الزور. يعني المناطق اللي تخصف الآن من الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة تواجد فصائل المقاومة بها حسب ما يعني حسب ما تدعي، أعتقد إلى أنه كانت هنالك عملية انسحاب بهذا الموضوع نتيجة تخفيف الوضع الأمني. يعني ليس هناك أي تطور سيد صفاء في عمليات القتال من قبل الطرفين. عفوا، ليس هناك أي تطور في عمليات القتال من قبل أمريكا وإيران. والمشكلة إلى أنه عمليات القصف الأمريكي ابتدأت تستهدف الشخصيات اللي هي ترغب أن تستهدفها، بالتالي كانت موجودة على الحدود السورية أو داخل سوريا أو داخل العراق. هذا ينطي فسحة أمل للولايات المتحدة الأمريكية في عملية ضرب أو قصف أو اغتيال أي شخصية هي تريدها، على اعتبار إلى أنه هنالك تبريرات بأننا يعني تم ضربنا أو قصفنا من قبل فصائل المقاومة وتم إعطاء خسائر 3 جنود أمريكان. هذا يعني هذا الموقف سمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون بحرية أكثر، أن تتعامل بعمليات القصف أكثر أريحية، نتيجة إلى أنها عملية أخذ الثأر، وهنالك قرار أمريكي صدر بهذا الموضوع في مقاومة كل جهة تضرب الولايات المتحدة الأمريكية أو مصالحها داخل العراق أو داخل سوريا. سيد صفاء، يعني أعذرني على المقاطعة، ولكن يعني يتساءل الكثير بأنه إلى متى ستبقى هذه السياسة قائمة على الساحة السورية، علما بأنه الطرفين لم يحققا حتى الآن يعني نتائج ملموسة سوى تسجيل بعض النقاط. هذا السيناريو سيد صفاء إلى متى سيستمر؟ يعني اعتقد الى انه يعني هذا التخطيط او هذه الخطه هي تنتهي بانتهاء قوات التحالف او وجود الولايات المتحده الامريكيه كقواعد او كمقاتلين داخل العراق او على الحدود العراقيه السوريه. ان يعني ان توصلنا الى هكذا اتفاق، وغدا ان شاء الله سيكون يعني بدء الاجتماعات في انهاء تواجد قوات أجنبية أو قوات تحالف برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى اعتبار إلى أنه لا توجد أي تبريرات لوجودها لغاية الآن. ولكن هنالك مشكلة جديدة هي يعني يجب أن نلتفت إليها. يعني قوات قسد السورية هي حقيقة يعني تعتبر سلاح أيضا في عمليات القتال. نحن نتخوف من الإرهاب، نتخوف من داعش، نتخوف من عودة داعش، علما إلى أنه داعش يعني في العراق تقريبا انتهى، يعني يلفظ أنفاسه الأخيرة. لا توجد مؤشرات تشير إلى أنه داعش ابتدأ بالقوة، ولكن لديه ظهور. وهذا الموضوع يعني إن ظهر داعش أو إن تحرك داعش أكثر نتيجة انسحاب قوات الأمريكية سيكون له تأثير أكثر يعني فعالية من الآن، بالتالي سندخل في متاهة نحن في غنى عنها. أتصور الموضوع يحتاج إلى بعض السياسة وتعاون ما بين الأطراف لغرض إنهاء هذه الشدة، وإلا هو أول خطوة في عمليات إنهاء ضربات أو احتمالية تواجد ضربات، والتجديد على الأخذ بالثأر هو عملية إنهاء تواجد قوات التحالف برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. كنت معي من بغداد صفاء العاصم، مستشار عسكري سابق، شكرا جزيلا لك.